رح خلص بعد بس بقصة النقل من ستاندرد شارد لسيدريوس تنرجع نحكي شوي عن أزمتنا اليوم ولوين رايحين. شو صار تركت ستاندرد شارتد ومبيع هالبنك لصار اسمه سيدريوس بنك؟ اوكي سو انا كنت مركز اعلى من هون قبل ما جيت، وكنت ناوي انا بدي اعمل لي سنه سنتين بعد بدبي، يعني طلع لي بونوسين كذا واجي على لبنان اتقاعد بلبنان. سو فتحت البوزيشن بلبنان، عرفت كيف؟ فتحت بوزيشن بلبنان وما لقوا حدا، جربوا كانوا عم يفتشوا على عالم وكذا، في ناس قدمت ما اخذوها، قالوا بدهم يعملوا سيرش برا. سو هون انا قلت بما انه فتحت بلبنان يعني بتميز انه بيجي 1 year early. قلت له للمسؤول، قلت له انا بيجي انا بعملها، يعني جيت 1 year less than كنت حاضر اجي، بس ما بدي روحها من ايدي انه يعني بنقول بيسكلي على لبنان بعمل تست درايف اذا بدك على حسابهم. هي كانت القصه. سو جيت على لبنان وعطوني وقت instructions about within months من ما نقلت، يعني انه بيع البنك. وعلى فكره هلا عم فوت بشيء هون، بس انه البيبر تبعنا كنا نحن يعني معتبرين انه يمكن بيجوا اثنين بيشتروا للبنك، انه ما راح يجي دماند كتير، عرفتي الوضع عملنا مش ولا لوك ايه. ومش بس البرايس، اذا بدك خبرك القصه كامله، يعني نحن كنا متوقعين بالبيبر تبعنا انه البوك انه بينبيع البنك ب 0.85 تايمز بوك. اوكي فقلت انا رحت لعندهم انا الانجليز الشير هولدرز، قلت له انا بشتري انا موظفين بنعمل ليفرج، بشتري نحن ب 0.75 بوك قبل ما رحنا على الماركت. قالوا لي فاين بس روح جرب 70% تقريبا من البوك فاليو. اوكي قالوا لي فاين بس روح جرب بالاول اعمل بيتش. اوكي رحنا نعمل بيتش، كان في عنا ادفايزر هون واحد معروف يعني اسمه، رحت لعنده انا ما بعرف كثير عالم لبنان، رحت لعنده انا لنقصهم مين ما نعمل بيتشز لقلهم للبنوكي، نقى هو اللي عنده علاقات معهم، اي جيف هيم النص تبعه من عدد شيء اثنين اللي عندنا علاقات معهم نحن وقسمناهم ذس واي. يعني كل واحد بيروح بيحكي مع عالم. صح. سو وي ونت اند ذا بيتش، يعني انا واحد هون من الشباب كتير ابضاي يعني من النمبر 2 تبعي كان هون، اند وي ونت اند ذا بيتش يعني اند عم اجا على فكره اجا 22 22 نون ديسكلوجر اجريمنتس، هذا الانترست. انت ما كنت متوقع يجي اثنين؟ مش انا البيبر تبع الشير هولدرز متوقعين يجوا اثنين يعني يجوا اثنين ونقد واحد مثلا. 22 بيد اجا، مش بس هيك لو فتحناها تو اندفيدجوالز كان اجا 100 بيد. تفسرنا اجاني عالم بتصير هاي ببلد هلا خبرك في تخمة بنوكي. ما خبرك شو قال لي الحاكم. انا طبعا عم بجتمع مع رياض سلامي انا افري مانث مثلا على القصه. سو سالته للحاكم، قلت له ساعات الحاكم ما عم بفهم انا هذا بنك مثلا عم بيخسر مصاري شو اسمه انه كي شو الانترست. قال لي الحاكم وقتها بدي خبرك قصه. قلت له شو؟ قال لي كان في بنك اسمه بعتقد اسمه جعجع، كان في بنك اسمه جعجع، بنك جعجع شيء هيك. قال لي كان في بنك اسمه جعجع بدهم يبيعوا جماعه. فقلت لهم انا انه قال لي بدي بيعه بس بدي خلي الاسم. في لي خلي الاسم؟ قال له فيك تخلي الاسم بس بدك اللي يشتري خلي الاسم. قال لي في مرض بلبنان، هو الحاكم يحكي الورد عم تقول له بدي بيعه بس بدي خلي الاسم. هو عم بيخبرني عن بنك جعجع. عم بخبره جعجع عم بخبرني قصه قديمه بيع البنك ايه. بس خلوه مش جعجع سمير جعجع، هذا بنك جعجع ثاني لنكون واضحين الله يفتكر الشباب. قال لي في مرض بلبنان انه انت عندك اليوم شقه بالبلاتينوم تاور، عندك شاليه بفقره، عندك البورتيميليو شيك، عندك اليخت بالمارينا، عندك الفيلا بساوث فرانس، وعندك البنتلي، شو بعد ناقصك؟ بنك. بنك باسمك. لتفشيخة كمان نرجع على السوشيال ستاتس. Absolutely. You will not believe كم أشخاص إجوني بدون يشتروا. يعني هو زوب لبنان إجا لعندي. هلا إجا الحاجة مش من وراء بزنس ستادي. لا 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 it has nothing to do. يعني it has مثل ما قال لك الحاكم القصة. So هون أنا what I did was منعني، قال لي لا بدي نزل الرخص. So he says no. يعني كان بهديك من هذيك الايام بده ينزل عدد الرخص، عارف من هذيك الايام انه 65 بانكس تو ماني. سو منعني، قلت له انا كل واحد يجي لعندي له روح اذا الحاكم بيقول لك ايه تعال روح له. ما اعطى ابروفل لحدا. ان فاكت واحد من الشير هولدرز كان واحد من البيدرز اند ذن عرفتهم على بعضهم وصار شير هولدر، يعني جمعناهم سوا. المهم انه 12 بيد اجا. اند انا ما بدي فوت لانه في تفاصيل انه اتس برايفت، بس بيسكلي واحد من قدمه هن سيدريوس and they bought it and that's it. They had the best price and simple as that. يعني لا في واسطة ولا ماسطة ولا شيء. They simply got in fact في price أعلى منهم بس it wasn't allowed لأنه individual. بس فيك أنت هلأ
بتصور مش انت حتى يمكن في سوري في قصه تانية هون. وقت انا جاي على لبنان بلدي one of the things I did was هلا بيسالوني انا كيف بدنا نربح البيد شو اعمل انا مثلا انت جاد بدك تشتري البنك قال لك ليك طبعا السعر اهم شيء قال لك بعدين انا ماني الاونر تبع البنك بس لو انا الديسيجن ميكر كنت انا اذا بتخلي موظفين متشحطون مور بعطيك برايورتي بس انا مش الاونر تبع البنك هلا طبعا على اللبناني شو فهم مني هو فهم انه ريتنشن خلي موظفين هلا بالاول ما كانش عندي الاوثوريتي اعمل هيك انا من الشير هولدرز مش كتير يميني راسه كمان بكم شغله انه ذس از على فكره ات وزنت يعني ات وزنت از اتراكتيف از يو ثينك هلا بخبرك بعدين القصه سو بعدين رحت عند الشير هولدرز قلت لهم انا نعمل هيك قالوا لي ليش ما نعمل هيك شو فرق معنا قلت له خيي تو ريزنز اولا لانه انت السلوجن تبعك هير فور جود فصار عم يضحكوا علينا الكلاينتس انه هير فور ا وايل سو هير فور جود الثاني الجود يعني ثانيا بتوفر حالك السيفرنس باكجز سو قبله صارت اوفيشال سو هون باكجز يعني ما بدك تشحط حدا بدك تدفع له ايه سو هل سو صارت البيد هاي اول مره بتصير بلبنان البيد بيعطي رقمين قديه السعر بده يدفعه والقديه البرسنتج اوف ريتنشن التوب 5 بس تنشرح كمان برسنتج اوف ريتنشن يعني اول شيء بده يحط لك سعر البيد قديش بده يدفع لياخذ البنك ثاني شيء بده يحطه قديش بده يخلي من الموظفين بالبنك سو الافرج كان 92% من الخمسه يعني كلهم تقريبا ايه وقت الحاكم هناني عليا قال لي يو نو يو سيت ان اكزامبل وكذا يعني انبسط فيها كتير الفكره وحتى النقابي صرت صاحبي انا وجورج ذس واي بيعزمني مرات جورج حاج رئيس النقابي لانه عملت شغله اول شيء انا رحت اجتمعت معه ايرليير يعني شو بيصير هون بلبنان عاده بتشتري بيع بنك اخر دقيقه بتروح بتلفنه لجورج مثل كانه شيء واحد انا شو عملت انا رحت لعنده دغري قال لي شو قررتوا مين رح يشتري قلت له بعد ما قررنا قال لي شو عم تجتمع معي قلت له ما انت مهم القصه كذا وصرنا نجتمع ايه هو تفاجئ لانه مش معود انه يحكوا معه بالاول عاده يعني بيكتشفوا اهميته ليتر وقت يعرق لهم الريعه عرفت كيف سو انا من الاول عم يعني عم بحكي معه من الاول كيبينج ان ذا لوب بس فينا براحه بال بتصور حتى رائد غوري ما راح يعارض انه بيندموا شوي على هذا الشيء اللي صار انت طلعت ربحان من الفله هلا ليك اتبانز انه اليوم انه 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 هن كمان ما تنسى هذا طموحهم مرات بحط الواحد طموحه ما بيعدله عرفت كيف ان سيرتن واي يعني هن مش امبارح طلعوا فيها من هن والجامعه هو فادي كان بده يوصل لهون هلا ما بعرف اذا ندمش مين بكسروا له بس انه اي نو انه اتس نوت انه هيك سادن اللي هيك لنا نحرش البنك لا انه عنده نيه طموح من هن وكانوا بالايوبي مع سوا عرفت كيف هلا ما راح فوتك بقصص سياسيه لان بعرف قصص بيرسونال بس هذا البنك محسوب بالنقاش العام على القليله على العونيه هذا الشيء أثر بقصة البيع وكذا فيك تجاوب أول شيء هذا it's not true it's fake news يعني ليش ما نعاون البنك لأنه أولا في رائد أكيد مفهومة وزير كان عاوني هو عاوني ومش عاوني يعني بمعنى أنه he's relatively معتدل يعني مش أنه هيدا بس إذا بتطلع بشريكه ما شريكه من أمهم بيت الصلح من جامعة الهيدا في غازي يوسف بورد ممبر اللي هو من جامعة كنت غير مستقبل إيه في عندك العتيق من جامعة القوات يعني it's who's who بكل البنوك بكل يعني اتس حزب الدولار اتس ا بنك اللي عنده شير هولدرز من جميع وعنده خليجيه عنده شيء 20 ايامي انا كان شيء اتليست 25-30% وما في حدا عنده اكثر من 10-12% وهن هوزو يعني الاغنياء اللبنانيه والخليجيه اللي بره عن حزب بيكونوا وين ما كان ما له عليها ايه سو اتس نوت ترو هالشغله هيدي هلا كان في بنته للرئيس كانت عندها كونترا معينه بوقت معين بس انه ما تنسى انه هيدا دازنت مين اني ثينج صرت اني منه بالباور ستراكشر اذا مثل ما بتعرف انت منه كتير سيجنيفيكانت اليوم اذا ما نروح على اوضاعنا اليوم لا بس صار في واحدة تانية طبعا انه عملوا هندسات سبيسيال يعني انه رياض بديك الايام اذا انت رحت لعنده بدك دولار معك دولار كان عملها ما بدها واصله تعمل له يعني عجبكم عنها كانه بدها واصله هي يمكن الاشكاليه بوقتها انه بتذكر انا طلع حدا من المصرف ببرنامج كلام الناس بوقتها طلبها علنا واللي هي كانت مفاجاه لانه عاده تبرير للهندسات كانت انه عم بحسن الريزيرفز تبعه اجى قال نحن ما لحقنا سنه الماضي عملنا اياها قلنا هو كان عم يعملها للكل بس طريقه الطلب كمان كانت غريبه هيدا مثل توم سوير مش طلع عشان قاري توم سوير كيف الدين سو توم سوير بكتاب توم سوير انه اجوا قصصوه يدهن الفانس نهار احد بدل ما يلعب سو اجوا الاولاد عم يضحكوا عليه لك هيدا عم يدهن قالوا لا انا مبسوط بحب الدهان قالوا عن جد فينا نجرب قالوا بك تدفع لي صور دفعهم للشباب ليدهنوا له اللي هو قصاص فهون عم بيعمل لك دفعهم جميل هذا ارتفيشال سكارسيتي فاليو مين ما اجى عندك دولار انت عندنا نحن دولار من اليمن
قطاع المصرف اليمني عنده بونزي على البونزي طبعاً. عندك مصاري من العراق سوريا ما بقي حدا مان ما فيت لهم. تيجي تقول لي انت انه عمل له واسطه كيف يعني لسه الشيء انه مش كتير صعبه يعني يعني مثل وحده بدها اياك وعامله حالها ما بدها اياك عرفت كيف